أدعو المتفوقة ببون بشرى شعب التقني الرياضي من ولاية المسيلة ليقلدها السيد رئيس الجمهورية الميدالية الفضية لنيلها المرتبة الثانية وطنياً بمعدل 19-24. أما الميدالية البرونزية فهي من نصيب المتفوق لهوازي قايا شعبة رياضيات من ولاية تيزي وزو لنيله المرتبة الثالثة وطنياً بمعدل 19-22. الجائزة الموالية من نصيب المتفوقة الأولى وطنياً شعبة لغات أجنبية حتحات مايا حنان من ولاية وهران بمعدل 18-51. الجائزة الموالية من نصيب شبلة من أشبال الأمة شعبة رياضيات محبوب غادة زين الشريف الشرف من ولاية سطيف بمعدل 18-93. الجائزة الموالية من نصيب شبل من أشبال الأمة شعبة رياضيات المتفوق عاشوري معاذ من ولاية سطيف بمعدل 18-81. ومن ذوي الاحتياجات الخاصة إعاقة حركية يكرم السيد رئيس الجمهورية المتفوقة بن أحمد بشرى شعبة علوم تجريبية من ولاية لمسان بمعدل 15-41. شكراً لكم سيد رئيس الجمهورية.